أنا من سكان عدر العمالية، انخطفنا ب 2013 بشهر 12، كنا عند جيش الإسلام. أوسخ جبهة، عاملونا أسوأ معاملة، ذل، وطلعونا بالأقفاص وهانونا وما خلوا شيء اللي ما عملوا فينا. ضربوا شبابنا، طلعوهم سخرة. ابن خيي عمره 13 سنة، كان صف ثالث وقت الفتنة، هلق عمره 12 سنة، كانوا طلعوا سخرة حفر أنفاق. ما خلوا شيء إلا ما عذبوا فينا، ما خلوا شيء إلا ما عملوا فينا. كل وحدة صار في عندها عاهة، كل وحدة طلعت عاهة، ما خلوا شيء فينا أبدا. الله لا يسامحن إن شاء الله. أنا انخطفت من عدر العمالية أنا وأمي وأهلي كلهم، والله وضع ما بيطمن، والله انزلينا ذل ما حدا انزله، والله العظيم انزلينا ذل ما حدا انزله. طلعت وعمري 11 سنة، رحت من حضن أمي، عم بتشغل أشغال شاقة جدا جدا جدا، هاي إيدين عمرها 11 سنة، شوفوا عم بشتغل أنفاق كل شيء. هلا صرنا لحد الآن 4 سنين و4 شهور إلا 4 أيام عم نعدهم بالساعة وبالدقيقة، وكل يوم عم يمرق علينا كان بالأسر، مثل ما هنن بيقولوا نحن انخطفنا، هنن بيسمونا أسرة، لا نحن انخطفنا من بيوتنا وبوضح النهار تحت تكبيراتهم. الله أكبر، دخلوا هنن وجبهة النصرة وتحت تسميات متعددة وأخذونا. ضلينا لفترة بالتوسع بالعمالي، بعدين اجينا عدومة بالأنفاق، وضلينا لهذا الوقت فيما يسمى بسجن التوبة. وزعونا بكتير مناطق، وآخر شيء وقت بلشت الحمل العسكري اللي قرر الجيش العربي السوري اللي بتنباس رجله، ولولا هالحمل العسكري نحن يمكن ما كنا طلعنا أبدا. بعد هاي الحمل العسكري وزعونا بالبيوت بين المدنيين، قعدونا بين المدنيين وحصنونا بالتوتيا وبكل شيء، وقفلوا علينا من كل الجهات. الله اللي يفرجينا الشمس. أنا معي أطفال صار لهم ما بعرف إدي بدي لك، ما شافوا نور الله إلا من خلال القضبان، وصار لهم هلأ شيء 6-7 شهور ما فرجون الشمس. نحرموا من كل شيء أطفالي، مدرسة، تعليم. صدقا بدي يمكن مشلدة أحكي لك، من العذاب، من القلة، من الجوع، من الحرمان. يمرق علينا يوم كامل نحن ناكل 100 جرام مربى، 100 جرام، طبعا هي اسمها دولة الجرامات، بيت أبو حديد، كل شيء عندهم حديد، كل شيء حديد حديد حديد، طاقات، كل شيء بدك يا البواب كله ما بتشوف شيء. شوف هذا الطفل، هذا اللي كسر لهم ظهرهم وما طالعوا، هذا تركوه قالوا لي شوكب، هذا تركوه شوكب حلقي. ليش؟ لأنه أبوه ضابط، وتركوه مع 3 أطفال هم من العائلة وحدة. يعني كنت محبوس بغرفة أنا و6 أشخاص. أول شيء تنقلنا كتير، أول شيء كانوا يطلعونا شوي على الشمس 2 ساعة، آخر شيء ما طلعونا أبداً، وحبسونا بغرفة ما فيها لا ضوء ولا شيء. جابوا الواحد توتيا وبخشوا الحيطان وسدوها، ما في ولا منفذ، حطوا المدفع عند راسنا وبلش الحيط يتفسخ، وسقف مودي كرجب صين عم يهر علينا. كتير كتير عانوا هدول الأطفال، انحرموا من كل شيء، الحليب، المدرسة، جوع. داقوا بقول لك الرجال ما تحملت اللي هنن تحملوا، الجوع اللي هنن جاعوا، الكبار ما بتتحملوا. طبعا صبرنا، وهنن الطفل بس يصير عمره 10 سنوات بيفصلوا عن أمه تماما. يعني أنا كأم كنت بأي لحظة رح أفقد ابني، لأنه الأولاد عندهم لا بياخدون لأعمال الحفر، تنظيف، هيك يعني انه بيبتعد الطفل عن امه. طبعا حتى الرجال بيشتغلوا بحفر الانفاق. صعبه، كنا عايشين ماساه حقيقيه، يعني تعذبنا كثير وتاهرمنا بسجون التوبه الحمد لله. انخطفت كان عمري 13 سنه من المدينه العماليه، انا وامي وابي وخالي بهاء، والحمد لله اليوم لحتى ضلينا 4 سنين ونص، واليوم لحتى اتحررنا، انقطعنا عن دراستنا. يعني بكفي انه نحن راح علينا كل هالسنين الدراسيه، انا 9 ماني اخر. انخطفت من عدر العماليه بنهاية 2013، ومباشرة تم ترحيلنا على سجن التوبة بدوما. انخطفت أنا وأختي من عدر العمالية بتاريخ 14/12/2013، خطفتنا جبهة النصرة الإرهابية وعصابة جيش الإسلام، خطفونا وساقونا بنفس اليوم على دوما. عشنا 4 سنين وربع من الحفر، من التعذيب، من الحرمان، من الأعمال الشاقة. انخطفنا من المدينة العمالية بتاريخ 30/12/2013، يعني أنا وكامل أسرتي، كنا نحن عددنا 12 واحد، طلع منا 6 على دفعات وظلينا 6 هلق تحررنا. كانت ممارسات صعبة، نعاني من القهر والذل ونقص الطبابة والأدوية وتشغيل بأعمال المجهدة كحفر أنفاق وحفر كتير كتير. كانت معاملة
بالمرة يعني. توقفت بعدر العمالية بال 2013 طبعا أنا ومرتي وولادي. كثير كانت أمور قاسية علينا والوضع الاجتماعي، يعني نحن عائلة كنا نشوف بعضنا كل أسبوع، نشوف بعضنا مرة واحدة بس.